من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا تقليد في أصول الدين، لا تقليد في العقائد. أمور لا ترضي الطائفي والتكفيري من كل المذاهب، لكنها توافق واقع وسطية الدين والضمير والأخلاق. المحسن والباب والإسقاط بين الحقيقة والخرافة والسياسة. الحديث طويل عن المحسن بن أمير المؤمنين عليه السلام، فهو بين من ينكر وجوده أصلاً وبين من يقول بولادته ووفاته في حياة جده رسول الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام، فإثبات كونه سقطاً يحتاج للكثير من المؤونة، وأكتفي ببعض الإشارات. علي مع الحق، علي مع عمر عليهما السلام، عمر حق. أليف. البحث غير مبني على العصمة ولا المثالية المطلقة، فالخلاف موجود في أصل ذلك وفي سعته. باء. مورد الكلام في المنهج والسلوك العام والسيرة الطويلة الثابتة للعلاقة بين الإمام والخليفة علي وعمر عليهما السلام، والمستمرة الآثار حتى وفاة عمر رضي الله عنه ثم علي عليه السلام. جيم. حادثة بيت فاطمة عليها السلام حادثة منفردة ومسبوقة وملحوقة بسيرة حسنة وعلاقة ودية ومتميزة إلى مستوى الوزارة والمشورة والنصح والمصاهرة. دال. الإخلاص والمصداقية في نصرة الدين وتطبيق الأحكام والسنة الشريفة دفعت الفاروق عمر رضي الله عنه للعلاقة الخاصة بالإمام علي عليه السلام بمصاهرته واستزاره ومشورته الدائمة في الحكم والأحكام، وتراثنا الإسلامي مليء بالشواهد على ذلك. ها. مما يرجع إلى معنى علي مع الحق وملازمة الخليفة للحق، قال سيدنا عمر رضي الله عنه: أقضانا علي عليه السلام، أين مفزعها وأين منزعها؟ في بيته يؤتى الحكم. لا أبقاني الله بأرض في بلد لست بها يا أبا الحسن. أقضى الأمة وذو سابقتها وذو شرفها، لولا علي لهلك عمر. لا عاش عمر لمعضلة ليس لها أبو الحسن. اللهم لا تنزلن شديدة إلا وأبو الحسن إلى جنبي. يا ابن أبي طالب ما زلت كاشف كل شبهة وموضح كل حكم. واو. ورد عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم: علي مع الحق والحق مع علي، أنت مع الحق والحق معك، اللهم أدر الحق معه، الحق مع ذا. علي على الحق، علي مع القرآن والقرآن مع علي. زاي. تحقيقا وتدقيقا، قد ثبت علي مع الحق وعلي مع عمر عليهما السلام، فيثبت عمر حق. حاء. قال عز وجل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وللكلام بقية. الصرخي الحسني.